المدير الإداري للمنتخبنا الوطني السيد عبد الفتاح جنبيج. كابتن عبد الفتاح، نرحب بك عبر قناة التناصح الفضائية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، تحية لك وتحية لكافة مشاهدين قناة التناصح، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله جميعا نعم يا رب. نعم مرحبتين بك كابتن عبد الفتاح، ونورتنا اليوم بالتأكيد. يعني كابتن عبد الفتاح، أنت يعني قريب من المنتخب، ضعنا في كواليس المنتخب الوطني الأول حاليا. والله طبعا دائما الكواليس هي ما بين الواقع والطموح، طبعا الواقع شيء والطموح شيء، طبعا احنا لازم نحترم المنافس يلعب على أرضه وعنده رغبة في أن يحقق نتيجة إيجابية، بل بالعكس يريد أن يعيد بقوة إلى صدارة المجموعة، وهذا حق مطلوب، حق جائز بالنسبة للمنافس. في نفس الشيء نقدر طموحات فريقنا وطموحات شبابنا وطاقم الفني لرغبته في تكيد ترشح من ملعب برج العرب، وهذا طموح مشروع أيضا، ولكن تظل لغة كرة قدم للتوفيق لمن يحال الحظ والأكثر استعداد والأكثر انسجام، واللي هو عنده تركيز نفسي كبير على مستوى الأداء في المباراة، وهذا الأمور تصب صراحة في صالحنا، ولكن يجب أن نكون موضوعية، أن نحكم على الأمور بموضوعية، وأن نحترم المنافس زي ما ذكرت. حقيقة المعسكر شاهد مرحلة ممتازة، شاهد استعداد ممتاز، رغبة اللاعبين في تأكيد ذاتهم في إثبات ذاتهم في المباراة إن شاء الله، نعم بعيدين على اسم الفريق المنافس أو يلعب قدام محتوى لفريق كون مجموعة لاعبين يملكون مهارة، ولكن تحت قائد جديد يحاول أن يضع التشكيل المناسب، يحاول أن التوليفه، ولكن هذا ليس بالأمر السهل على أي مدرب، أنه بين يوم وليلة يستطيع أن يرسم بصمته على الفريق. طيب كابتن عبد الفتاح، يعني الشارع الرياضي والعديد من الصحفيين والاعلاميين يعني يرغبون في معرفه يعني الخطه التي اعتمدها كليمنتي للتحضيرات في انطاليا حاليا، هل هناك مباريات وديه؟ هل هناك تحضيرات من نوع خاص؟ هو الآن الحقيقة المعسكر يمر بآخر أيام بكرة إن شاء الله، والمدرب وضع لمساته على كل اللاعبين وعلى أرضية الملعب من خلال الجوانب النظرية والنفسية والجانب العملي. الخطة دائما تكون مبهمة المعالم لدى المنافسين ولدى الفرق الأخرى ولدى وسائل الإعلام، طبعا عنده تكتيك معين يتبعه في الاستحواذ على الكرة والمحافظة عليها ومحاولة الحفاظ على شباكنا، في نفس الوقت مع محاولة الوصول إلى شباك المنافس حتى نستطيع الدفاع على هذه الحدود وصدارة المجموعة إن شاء الله. طيب كابتن عبد الفتاح، يعني متى سوف يكون يعني ينضم إلى قائمة المنتخب اللاعبين المحترفين؟ جل اللاعبين غدا بإذن الله السبت ينضم نعم اللاعب المحترف في السموس الهادي إن شاء الله، وبإذن الله يوم 4 يكون جميع اللاعبين، المعتصم المصراتي، مؤيد اللافي، محمد صولا، حمد الهوني، أنيس السلتو، طبعا يكونوا باذن الله كلهم متواجدين ان شاء الله يوم 4. طبعا اليوم سعدنا بانضمام لاعبنا محمد الترهوني لقائمه المدرب غفير كليمنتي، وتدرب اليوم وتدرب ان شاء الله تمرين غدا، ونصل القاهره نصل لبرج العرب في اسكندريه ان شاء الله يوم 3 مساء، ونخوض اول تدريبات باذن الله يوم 4 بكامل صفوف لاعبين فريقنا الوطني ان شاء الله.